لا شك إن عماد حمدي كان في فترة من الفترات هو فتى الشاشة الأول وكان حلم كل البنات في الوقت ده لكن طبعا في جيل بيسلم جيل ولما جه المذيع وسأل الفنان الكبير عماد حمدي وقال له مين فتى الشاشة دلوقتي طبعا بعد ما عماد حمدي كبر وكان خلاص ما بقاش فتى الشاشة الأول لكن كانت ليه أدواره التانية تعالوا نعرف عماد حمدي رد قال إيه وما تنسوش اللايك والاشتراك رد عماد حمدي بكل لباقة وقال هو مش فتى واحد أنا هقولهم لك بالترتيب هم خمسة خمس وجوه جديدة تصدرت الشاشة وخدت اسم الفتى الأول للشاشة وهم بالترتيب كالتالي محمود ياسين وهو واحد مجتهد جدا وخريج حقوق يعني واحد متعلم وأهم حاجة التعليم بالنسبة للفنان ده كلام عماد حمدي دي. ويأتي في المركز الثاني بالنسبة لعماد حمدي فتى الشاشة حسين فهمي اللي اتخرج من جامعة كاليفورنيا وكان بيدرس الاخراج بيقول عماد حمدي ان تصدر حسين فهمي بثقافته هو دور فتى الشاشة في المركز الثاني بالنسبة له وبيأتي في المركز الثالث الفنان نور الشريف واللي درس فن على أصوله من خلال معاهد الفنية اللي تخرج منها يأتي في المركز الرابع بالنسبة لعماد حمدي الفنان سمير صبري واللي وصفه باللباقة والوسامة وكمان الثقافة العالية لأنه خريج الجامعة الأمريكية بالإضافة لتقديمه لبرنامج النادي الدولي واللي كان أشهر برامج التلفزيون في الوقت ده وبيجي في المركز الخامس بالنسبة للفنان عماد حمدي محمود عبد العزيز واللي وصفه بأنه دخل عليهم كالصاروخ واحتل المركز الخامس بجدارة وقال كمان انه هو خريج زراعه قسم نحل او قسم عسل النحل ولذلك بيقول ان عسل النحل طبع عليه وبقي امور وجميل وزي العسل وعماد حمدي اعتبر محمود عبد العزيز بان وسامته بالاضافه لثقافته ساعدته جدا في الانطلاق وانه يكون في المركز الخامس مع فتيان الشاشه اللي وصفهم عماد حمدي في ذلك الوقت لو عجبكم الفيديو تنسوش تقولولي مين فتى الشاشة من الخمسة اللي قلناهم الأقرب لقلبكم وما تنسوش اللايك والاشتراك والسلام